تفضلوا استريحوا، تفضلوا بليز. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد كارل نهايمر المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم في زيارتكم الرسمية الأولى لمصر، وأن أعرب لكم عن خالص التقدير باسمي وباسم الشعب المصري واعتزازنا بالعلاقات الودية الطيبة التي تجمعها بالنمسا. احنا بنتكلم على أكثر من 150 سنة من العلاقات المستقرة والقوية مع دولة النمسا، وهي علاقات طالما قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والسعي المخلص لمد جسور الصداقة والالتزام المشترك بتطوير روابطنا السياسية والاقتصادية والثقافية. السيدات والسادة، سعدت اليوم بعقد مباحثات مثمرة وبناءة مع دولة المستشار عكست حرص البلدين واهتمامهما ببحث سبل تعميق الشراكة الثنائية على مسارات مختلفة والتعاون في عدد من القطاعات المهمة على رأسها قطاعات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة والهيدروجين، وتستهدف تحقيق زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر التي تعد تقليدياً أحد أهم شركاء النمسا تجارياً واستثمارياً في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي مكانة تعتز بها مصر. واتفقت أيضاً مع دولة المستشار على أن نعمل معاً خلال الفترة القادمة على ترسيخها وتطويرها بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. السيدات والسادة، لقد كان لقاء اليوم بالمستشار نهايمر فرصة جيدة للتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا، حيث تلقت رؤانا على ميت هذا التشاور المثمر والتنسيق المستمر بيننا كشركاء وأصدقاء للتعامل مع التحديات العديدة وغير المسبوقة التي تواجه المجتمع الدولي. ولقد تناولنا في هذا السياق استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية بما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين واستقرار أمن الطاقة والغذاء عالمياً، وهي التداعيات التي عانت منها ولا تزال الدول الأقل نمواً، وبما أضاف للأعباء الصعبة التي تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولقد أوضحت للمستشار نهايمر أن مصر من منطلق تمسكها بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين تواصل الدعوة في اتصالاتها بكافة أطراف الأزمة إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أقرب فرصة. حرصت كذلك خلال مباحثات اليوم على استعراض رؤية مصر إذا عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التي تبذلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في إقليمنا، حيث تطرقنا إلى تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق. السيدات والسادة، لقد استمعت باهتمام اليوم لرؤية المستشار نهايمر للتحدي المشترك الذي تمثله ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتفقنا معا على تكثيف الحوار بين بلدينا للتوصل لإطار مستقبلي للتعاون بيننا في ملف الهجرة من منظور شامل يعالج الجذور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لهذه الظاهرة ويسعى لتعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة الشرعية. واسمحوا لي هنا أن أنا يعني أؤكد على حجم التفاهم المشترك بيني وبين دولة المستشار فيما يخص هذه القضية المهمة، وأهمية أن إذا كنا بنسعى إلى إيجاد حلول مناسبة وجيدة لهذه الظاهرة وقطع الطريق على المنظمة التي تعمل في هذا المجال، لابد من وجود، وده اللي تحدثت فيه مع دولة المستشار، أهمية أن احنا يبقى فيه آليات مؤسسية للتعامل مع موضوع الهجرة الشرعية تنظم هذا الأمر وتنتقيه وتعد الأفراد أو المواطنين اللي هيتم التعاون معهم أو التعامل معهم في مجال الهجرة الشرعية بما يساعد على نجاح
هذه التجربة ويقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية بتداعياتها السلبية. ولقد أوضحت لدولة المستشار في هذا السياق حجم الجهود المصرية في استضافة 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض مصر ويتمتعون بكافة الخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين دون تمييز أو تفرقة. وفي إطار حوارنا المنفتح مع شركائنا، فقد حرصت على إطلاع دولة المستشار على الخطوات الجادة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن المصري من ممارسة كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور المصري، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنفذها الدولة على عدة محاور، مؤكدا استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها فيما يتعلق بهذا الملف المهم. كما أطلعت الجانب النمساوي على النجاح الكبير الذي حققته مصر حكومة وشعبا في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية، بتضحيات كبيرة قدمها المصريون وبرؤية شاملة تغطي كافة أبعاد وأسباب تلك الظاهرة البغيضة. دولة المستشار، اسمح لي في ختام كلماتي أن أنا أتوجه لكم بالشكر والتقدير على دعوتكم الشفوية والمكتوبة لزيارة دولة النمسا، التي أرحب بكل اعتزاز على تلبيتها في أسرع فرصة ممكنة، وسيتم تنسيق هذه الزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية. ختاما، دولة المستشار أرحب بكم مجددا وبالوفد المرافق لكم ضيوفا أعزاء على الشعب المصري، وأعرب عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر والنمسا بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويرتقي بالعلاقات الثنائية بين بلدينا إلى آفاق أرحب وأكثر تميزا. شكرا. فخامة الرئيس، بداية أتوجه إلى فخامتكم بجزيل الشكر على كرم الضيافة الذي شهدته هنا. زيارتنا اليوم هي بمثابة الختام المهم والكريم أيضا لرحلتنا إلى إفريقيا، فمحادثاتنا اليوم كانت مكثفة وثرية، فالنمسا ومصر بينهما علاقات تعاون وثيقة في كثير من المجالات الاقتصادية والأمنية، وكما تحدث فخامة الرئيس أيضا وذكر أنها علاقات ثقافية تمتد إلى ما يزيد عن 140 عاما. هدف هذه الرحلة كان هو أيضا التركيز على الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع شركات نمساوية ترسخ التعاون وتضع هذا التعاون أيضا نصب الأعين. نتحدث عن البنية الأساسية للنقل والري والزراعة وكثير من المجالات التي سيتم توقيع الاتفاقات فيها. وبالنسبة لي وما تحدث عنه فخامة الرئيس أيضا هو أن زيارة فخامة الرئيس إلى النمسا ستكون مهمة للغاية، لأن مصر هي دولة مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتعاون في هذا الصدد يشكل أهمية بالغة. وعندما يشرفنا فخامة الرئيس بالزيارة في النمسا سوف نتوسع في الاتفاقات في هذا الصدد، حيث نرسخ التعاون أكثر بين مصر والنمسا. فمصر هي مقصد أساسي للسياح من النمسا، إذ يأتي الكثير من النمسا إلى مصر في أجازات، فشهدنا الكثير من التطور في النقل الجوي ما بين البلدين، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الاتفاقات في هذا الصدد أيضا. هناك أيضا من الموضوعات المهمة والحرب ضد الإرهاب والإسلام السياسي، ونحن نحتاج في النمسا خبرات مصر في هذا الصدد، حيث عانت مصر من إحدى الضربات الهجمات الإرهابية أيضا مؤخرا، والتعاون مع مصر مهم، وأن نفعل جميعا ما بوسعنا لما فيه الخير لشعبينا في تبادل
المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية في الوقت المناسب. أيضا تناولت محادثتنا أيضا الهجرة غير الشرعية. دعوني هنا أؤكد أنني أحترم كثيرا كل ما قدمته مصر فيما يخص استضافة أكثر من 8 ملايين لاجئ في مصر، فهذا إسهام كبير للغاية، يشكل يهدف إلى الأمن القارة الإفريقية ويمثل عبء أيضا على الأجهزة الأمنية المصرية في مكافحة تهريب البشر. وفي هذا الصدد سيكون هناك المزيد من التعاون بين أجهزتنا وبين بلدينا. هذا موضوع مهم للغاية ومهم لأوروبا أيضا، أن ننسق مسألة طلبات اللجوء والهجرة وأن نفرق بينهما. فالطلب اللجوء هو طلب وحق أيضا مكفول بالدستور، أما الهجرة فهي مسألة تتعلق بمستقبل أوروبا. أيضا تحدثنا حول هذا الأمر، وأن تكون هناك هجرة منظمة وأن يكون هناك منظورات شرعية أيضا في سوق العمل الأوروبية كأيدي عاملة واستقبالها في أوروبا. كان هناك بيننا تفاهم في أن يكون هناك تعاون، أعتقد أنه مع ألمانيا هناك تعاون شبيه في هذا الصدد، ونتمنى أن يكون لدينا أيضا إجراء مماثل أن نستفيد نحن في سوق العمل النمساوية من الإمكانات الكبيرة في مصر، حيث هناك أكثر من 60 مليون شاب وشابة من بين المصريين. فإذا كان الأمر يتعلق بتقديم نموذج لإعاقة استخدام واستغلال البشر من خلال منظمات الجريمة المنظمة، لذلك مصر والنمسا يمكن أن يسير معا طريقا جيدا ل التعاون في هذا الصدد. في شمال أفريقيا تعد مصر حجر راسخ فيما يخص الاستقرار والأمن، ولديها مشكلات متعددة حولها في الدول الجوار مثل السودان. وهنا أيضا نرى في مصر شريك مهم للغاية، سعيد للغاية بأن أتمكن من استقبال فخامة الرئيس في النمسا قريبا، وشكرا مرة أخرى على حسن الضيافة.